Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kembali kita sambung tadarus Al-Quran dimulai dari surah At-Taubah ayat 73. Ketika kita baca, cukup baca ta'awuz, langsung baca ayat. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku tajwid offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku tajwid offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Coba kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ Kalau berhenti tinggal dengungan. لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ Ini idgham mutamati lain, waw sukun digabung kepada huruf waw tasydid tanpa didengungkan. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب Ro-nya disukunkan, ditasydidkan. Kemudian huruf H ditekan. Fil haur. Satu ketukan. Fil haur. Qul naru jahannama ashaddu harra. Lau kanu yafqahun. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولم
تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطيل منهم وقالوا karena wawunya polos maka dipendekkan ulub pauli وقالوا ذرنا نكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيوا
أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita khatamkan juz yang ke-10 pada akhir 2023 ini. Insyaallah kita besok masuk juz yang ke-11 pada 1 Januari 2024. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.